عاملين ايه؟ نورتوني وشرفتوني. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، هو الكلمات المرتبه. كتير مننا من كتر ما بنشوف على السوشيال ميديا بنقول يا انا عايزه الكلام ده، وتروحي تشوفي الكلمه تلاقيه 200 وحاجه، 300 وحاجه، 400 وحاجه، وهو في الاخر كلام مرتب، وكمان في شبهه بالظبط موجود في السوق، وكمان سعره لا يتعدى يعني ال 100 جنيه. بصراحه انا النهارده جايه اقول لكم الفئه السعريه من اول 50 ل 100 جنيه كلمات مرتبه، وانا شخصيا تقريبا جربت 90% من الكلمات دي، النتيجه في منتهى الجمال، وكل كريم هقول لك بسعره. فانت لو اول مره تتفرجي عليا بقى اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس. اول كريم معانا هو كارو ماكس. كارو ماكس ده كريم تفتيح وترطيب في نفس الوقت. الكريم ده سعره 75 جنيه، ويا ريت اصحاب البشره الدهنيه يستعملوه بالليل بس. كل البشرات الدهنيه يا ريت تستعمل كريم تقيل شويه هي قبل ما تنام، دي ملحوظه. ليه بقى؟ لان احنا واحنا نايمين المخده بتشرب طبعا الكريم وبتشرب الحاجه، واحنا محتاجين ترطيب واحنا نايمين. فاي بشره هتكلم عليها النهارده بالذات البشره الدهنيه مفيش مشكله تستعملي كريم تقيل شويه بالليل بيرطب بشرتك. انت حتى لو بشرتك دهنيه، في ناس بشرتهم دهنيه وكمان بتكون ساعتها جفل، انت ما بتشربيش ميه كويس، ما بتاكليش كويس، ما بتهتميش كويس، فبشرتك بتتحول من البشره الدهنيه لبشره جافه. جميع انواع البشرات بالذات زي ما انا قلت في الاول البشره الدهنيه ما تحطوش الصبح بس. الكريم التاني للبشره الجافه والحساسه اسمه سيروكو، ده سعره تقريبا 65 جنيه، ده ينفع للبشره الجافه والحساسه، حلو قوي 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 لانه خالي من العطور، وكمان حلو قوي للناس اللي عاملين جلسات، يعني انت عامله جلسات وعايزه تهديه للبشره وفي نفس الوقت انت بشرتك حساسه، ده ينفع جدا وينفع، ده هيهدي بشرتك جدا وفي نفس الوقت بيرطب جدا جدا جدا، الناس تيكي مش تقيل، وفي نفس الوقت انت بتحسي بالترطيب، يعني هو لوشن خفيف قوي وبتحسي بالترطيب. كمان على فكره ممكن تحطيه تحت عينك كمان ومفيش اي مشاكل خالص. الكريم ده بقى لو جربتيه هو حرفيا ادمان، حرفيا ادمان. كريم اسمه اصابه، ده سعر 61 جنيه، ده ترطيب فوق الطبيعي، يعني انا مش عارفه كميه الكواليتي اللي حطيناها فيه ده، والملمس بتاع الكريم نفسه خطير، بس ده ينفع لاصحاب البشره المختلطه والحساسه، ما ينفعش لاصحاب البشره الدهنيه نهائي. المختلطه مايله للجفاف او الحساسه مايله للجفاف، تمام. في مرطبات عاليه جدا. الكريم معانا الكريم ده لاصحاب البشره معرضه للحبوب، ينفع لجميع انواع البشرات، اسمه هيرو توت حاجه كده، ده ينفع لجميع انواع البشرات، ده قوامه زي جل كريم، انا مش عارفه اعمله ازاي، جل كريم في نفس اللحظه، يعني انت بتحسيش انه على وشك وفي نفس الوقت ملمسه كريم، ده اللي عجبني فيه وغريب جدا، ده سعره 92 جنيه. اي بشره معرضه للحبوب تستعمل ده بجد خلال 3 اسابيع وشك ده بيكون صافي ازاي، انا مش عارفه عملوها ازاي، انا مش عارفه. انا كريم كليو ده سعره 50 جنيه، موجود طبعا في كل حته، وكمان ممكن تشتريه عن طريق الويب سايت، ينفع لاصحاب البشره الجافه والعاديه والحساسه، ما فيهوش اي عطور خالص، بس اصحاب البشره الدهنيه ما ينفعش تستعمله. كريم تقيل شويه على البشره دي ممكن يطلع لك حبوب لو انت من اصحاب البشره الدهنيه. في ناس من اصحاب البشره الدهنيه فجاه لو بشرتهم جافه يروحوا على طول يشتروا حاجات للبشره الجافه، بشرتهم تطلع حبوب اكتر وتفرز زيوت اكتر، تجيبي حاجه للبشره المختلطه تبقى في توازن. اللي جاي معانا طبعا انتوا اكيد عارفينه وسمعتوا عنه من كتر ما هو مشهور، اسمه كولاجرا، مرطب انواع البشرات، طبعا في منه لكل نوع بشره، ده سعره في حدود 94 جنيه. فكمكونات اللي فيه هو حلو كل حاجة، بس في أرخص منه ونفس المكونات دي بالظبط. لو انت متعودة على الحاجات بتاعة كولاجرا تقدري تشتريه، الكريم ده حلو جدا في منه جميع أنواع البشرة. عارفين خمس خمسات الكولينيا بتاعت زمان جدودنا كانوا بيستعملوها والجودة، عاملين بقى بوسو أونلاين كده بحاله للكريمات، أغلى كريم 49 جنيه. الكريم ده خطير، الكريم ده بصوا انا جميع انواع البشره، عاملين بشره دهنيه، بشره جافه، بشره مختلطه، بشره حساسه، جميع انواع البشرات، وبجد بيرطب ترطيب زي الغالي بالظبط، والمكونات اللي فيه حلوه جدا وعجباني جدا، بجد لازم تجربوه، مفيش حاجه هتحسوا ان هي كويسه غير لما تجربوا، لازم تجربوا بنفسكم عشان تعرفوا الكويس من الوحش. اللي جاي معانا ده كريم اسمه كليو توب، ده ما ينفعش لاصحاب البشره الحساسه نهائي، ده ينفع لجميع انواع البشرات ما عدا البشره الحساسه. الكريم ده في مادة التقشير، حاطين فيه مادة البي 3، ده سعره 63 جنيه، ده خطير لو انت عايزه تقشري بشرتك، تقشير خفيف قوي، مش التقشير زي ما انتوا متخيلين، بس هو في ماده تقشير خفيف قوي زائد الترطيب، انا مش عارفه عملوها ازاي في الكريم ده وما خدتش بالي منه ليه قبل كده، ده انا بالصدفه بقلب كده في الصيدليه لقيته قدامي، قعدت اقول بي 3 في كريم ازاي، وكمان في السلاسلك اسيد جوه الكريم ده
غريبة، ده كده بيعملوا تقشير للبشرة ولا مرطب للبشرة؟ لقيته هو مكتوب عليه مرطب للبشرة. أنا حتى دلوقتي شفته على الشاشة، ده موجود في كل حتة، هتلاقيه حتى في الصيدليات كتير أوي. الكريم اللي جاي معانا كريم اسمه ناتاري أو ناتاريا حاجة كده، هو نفس الشركة اللي كانت بتعمل الصابون، بتعمل كمان الغسول بتاع البشرة، الصابونة بتاعت الحبوب والغسول بتاع البشرة. ده سعره 75 جنيه، ده لجميع أنواع البشرة. الكريم ده حرفيا لا بيطلع حبوب ولا بيأذي البشرة ولا بيعمل التهاب في البشرة، ترطيبه بس فيه كل المكونات الأساسية اللي انت محتاجة ترطيب فيها، ما فيهوش أي زيوت. أكتر حاجة فيه عنصر فيه هو الهيرونيك أسيد. الهيرونيك أسيد بيساعد على ترطيب وترميم البشرة، وكمان معرفش هو بيعمل ايه في البشرة، وما فيهوش أي سيليكون ولا فيه أي حاجة مضرة، بس بيدي كوفر على البشرة كده. أنا مش عارفة إيه ده، بس ده حلو جدا جدا لو تستعمليه فترة، بس ما تمشيش عليه على طول لأنه طبعا هو تقيل شوية، فطول الوقت إحنا بشرتنا متغيرة، يعني أنت مرة بتشربي مية ومرة بتهتمي بنفسك ومرة مش عارفة إيه، فطول الوقت يعني بشرتنا متغيرة. عشان كده الكريمات اللي أنا بقول عليها العابي فيهم، جيبي مرة تجيبي مرة ده، جيبي مرة ده وهكذا. فين شان كريم؟ شان كريم أسعاره 100 وحاجة، 200 وحاجة، وبدأت في العلو. دلوقتي عملوا لاين قليل جدا، يعني العبوة تبقى 30 جرام والحاجات دي كلها من أول 85 جنيه، فأنت تقدري تشتري شان كريم اللي أنت بتحبيه بسعر قليل. عملوا عبوات صغيره مش عبوات كبيره للكريمات المرطبه للبشره. الكريم ده الوحيد اللي فيه سيكا كريم بجد، ده كريم سيكا، يعني عارفين سيكا كريم طبعا بتاع لا روش بوزيه، الكريم ده فيه سيكا ومحدش يعرف عنه حاجه ويتكلم عليه. ولو عامله اي حاجه ببشرتك، بشرتك ملتهبه جدا، استعملي الكريم ده، احسبي وانتي قاعده كده قدام المرايه، عدي من 1 ل10، الالتهاب بتاع وشك ده كله هيختفي والحمار ده كله هيروح. الكريم ده اكتر من رائع بجد، جربوه هيفرق معاكوا جدا جدا جدا. بس اوعي تعتمدي عليه ككريم مرطب يومي، انتي تستعمليه في الجلسات او تقشير البشره وبتعملي حاجه للبشره، الكريم ده هيساعد على ترميم بشرتك تاني. الكريم اللي طبعا جاي معانا ده كريم بيوحد لون البشره، وفي نسبه لون كده بيخفي عيوب البشره. لو انتي بتستعملي كريم مرطب زائد لون مع بعض في نفس الوقت، ده اكتر كريم هيناسبك جدا. ده من ماي واي، تمام؟ ده سعره 60 جنيه. الصبح شغلها ومش عايزه تحط ميك اب، عايزه تحط كريم مرطب، وفي نفس الوقت الكريم بيخفي عيوب البشره وبيحسن جدا شكل البشره وبيوحد لونها. اوعي تعتمدي عليه كريم مرطب، ما فيش كريم مرطب بلون، تمام؟ وبيرطب بشرتك زائد انه بيوحد لونها لغايه ما بتروحي البيت وترجعي. فده بس عجبني فيه ان ما نشفش بشرتي. استعملتي بيبي كريم، استعملتي اي حاجه من منتجات التجميل، في نشفان بسيط كده بشرتك بتطلع زيوت، في بشرتك بتتمسح بعد شوية، لا ده قعد اكتر من 6 ساعات ثابت زي ما هو، وفي نفس الوقت بلمس جلدي كده مش ناشف، تحت عيني مفيش خطوط، فبيفرق اوي في الحاجات دي. فده ممكن تشتريه لو انتي عايزة توحدي لونك وفي نفس الوقت مش عايزة تكوني حطميك. اشوفك على خير الفيديو الجاي، ما تنسيش تعملي لايك الفيديو واشتراك القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين، وهستناك الفيديو الجاي. باي باي.